يا سيدي بوجودك معنا الجمعة. أنا والله كي نسمع تريليا بالمكياج وحوت كبير بالدواء الأحمر الحقيقة حاجة تضحك على الأخر، لكن هذا هو الواقع متاعنا اللي قاعدين نعيشوا فيه، هكا ولا لا؟ هذاك هو، احنا أول ما نبداو نقولوا ربي يهدي من الأول، وإن شاء الله كي نكملوا زاد نعاودوا نقولوا ربي يهدي. المحالة هي طرق الغش في الحوت برشا ومتعدة، مش كان المكياج يعني أنواع تبغى برشا. احكي لي ساعة كيفاش مكياج معناتها، تنفسروا للناس ساعة سيدي، أنتم في الجمعية الجمعة جمعتوا أنواع وطرق الغش الكل وحبيتوا توضحوها للناس، قل لي يا نبداو بالوحدة بالوحدة. إن شاء الله. هو المحل برشا الحاجه المعروفه واللي الناس كل متعرفين عليها، ديما نثبتوا خيشومات البحر الحي الحوت سامحني، لون احمر يدروج بيف معناها فرشكه. لكن ربي يهدي فما شكون التقى الى انه يطبخهم وقت يتغير لونهم باي ماده كانت، مش كان المكياج ولا الدواء الاحمر، برشا حاجات متوفره. كيف كيف فما انواع نتاع حوت ينجموا يصبغوها بالاصفر شويه، تبقى عاطيه تكستير كيما صغار صغيره، تعطي تكستير صفراء تولي منظرها مزيان، والا فتريليا زادت تريليا بعد مده تفقد لونها، ينجم البيع اللي باش يبيع التريليا اللي ما عادش فرشكه يستعمل طرق باش انه يطبخها وتولي تبان حمراء برشا. كيف في الكروفيت ينجم يستعملوا انواع نتاع مصبرات، ما نعرفش نذكرهم ولا نخليهم. اذكر اذكر كل شيء. نبداو بالصوبيا ساعي، الصوبيا البنينه يا سيدي، شو يصير لها الصوبيا البنينه؟ السويبي في الساق هو عايش في المالح، دونك بالنظريه العلميه اللي اسمها تناضح الاسمول، كي تحطوا في المالح لو، المالح لو بطبيعته باش يمشي من المليو باش يمشي للبلاصه اللي مالحه برشا بالقاعده العلميه هذه، يولي الشوابي يوزن اكثر ويشرب برشا ماء حلو. كي يتباع يشريه المواطن يبدا كعبه ما شاء الله مزيانه يطيبها، ومن بعد يلقاها صغيره ويوزن روايح اذا كان مش فرش برشا معناها يكتشف برشا حاجات. لكن الانسان باش يتبع حاجه في فناك يلزم ديما يتبع مثلا مثال الشوابي هذايا اللون نتاعها. اللون نتاعها لازم يكون فرشكا. عندنا زاد طريقه يمكن نستعملوها خاطر مش كان في الشوابي، حتى في القرنيط حتى في المسك. ثم طريقه نضربوها هكا بيدينا نراوها هكا التكستير نتاعو يتحرك شويه، نجموا نعرفوه فرشك ولا لا. ولو انه مع كان تسمح لي نفتح قوس تفضل. القرنيط تو حاليا راهو الموسم الصيد نتاعو مسكر، لكن للاسف مع رغم ذلك نلقاو يتباع في الاسواق، يعني من 15 مايو ل 15 اكتوبر موسم القرنيط مغلق. القرنيط الصغيره هذا صيد عشوائي معناتها، برشا انواع، حتى الصيد العرضي كي يلقاها مش قاعد يرجع فيها، مش كان الصيد العشوائي. مخالف القانون هذا سميوه. اي فما اي اختراق القانون. القانون يسكر الموسم. فما راهو بحاره موعيين وفما ناس واعيين وتقاطع المنتوج هذايا في غير وقته ينتظروه، خاطر ما نجمش انا القانون يقول كعبه القرنيط لازم تكون اقل حاجه فيها كيلو ونشريها تو 400 جرام و 300 جرام وحتى اقل. نشري انواع اخرى كيما البومس كي ما يسكرش، لكن القرنيط هو مثلا كي نشريه نوع من انواع الغش على شنو. الحوت الكبير. الأمثل الحوت الكبير، الحوت الكبير نرجعوا للمثال الخيشومات. هاي. الخيشومات ديما صفا، فما أنواع نتاع حوت ينجموا معناها الناس يشروهم مقصوصين دي ترونش على أساس نوع، هما أنواع أخرى. وهذا احنا ديما ننبهوا فيه ونقولوا حاول باش ما تشريش الحوت المقصوص، لأنه في برشا حالات اللي حبناها نلقوا أنواع نتاع وديان نتاع سدود. انواع نتاع حوت هكاك تتباع على اساس من ولا انواع اخرى، يبدا مواطن ما عنده زرايه باهيه ولا يعرف وما يفرزش يدرس فيها وما ينقهاش بالحق الحوت اللي يفركس فيها. فما انواع نتاع حوت محميه ومهدده بالانقراض زاد نلقاوها تتباع عادي جدا. فما طرق اخرى مثال نذكر لك، فما شكون يمشي صيف يراه بحار خارج الشط الصباح بكري يبدا فرحان يشيله باش ياخذ من عنده حوتات. البحار هذاك ينجم يكون قبل ما يمشي يصطاد دخل معه حوتات، حتى حوت مربي. وحط مع حوتات اخرين شويه شدوا يخلطهم مع بعضهم ويبيعهم على اساس هو فرشكي. فرشكم كي مطلعهم توا توا معناتها. واللي يستهلك يقول لك والله شريته من عنده يفرفتوا معناتها كي مخرجهم. ريتهم بعيني معناتها. فما كعبات عملوا رحلة للصيد مع الصيد من الأول للآخر. لا كانوا شاهد عيان على اللي صار الكل. واضح ربي إن شاء الله
نقولوا احنا يجورنا منهم العباد هذوما اللي قاعدين اليوم الحقيقه يستعملوا في اساليب نتاع غش كبيره واساليب نتاع تحيل لا تحصى ولا تعد. معناتها معناتها اليوم حوت تعمل لها مكياج باش تبيحها للمواطن؟ واش معناتها تحط لها دوال احمر في الخياشي نتاعها باش تظهر انه هي فرشكه؟ معناتها العباد وين وصلت بدرجه الشر نتاعها للدرجه هذه؟ ما تغش مواطن باش ياكل في كرشه؟ معناتها تصور هذايا ارهاب غذائي. معناتها الناس هذوما لازمهم يتعداو ويتحاسبوا باقصى القوانين ويكونوا عبره لغيرهم. الرقابه لازم تكون يوما موجوده في الـ في الـ في الاطار هذايا. يعني الحوته اللي نقول احنا خارجه من البحر نتاعها ومفرشكه واليوم ظهر لي الحاجه الوحيده اللي ما مسهاش الادويه وغيره هي الاسماك. لكن هنا قاعدين نشوفوا اليوم كيفاش الاسماك ولات خطر على المواطنين وعلى السلامه الغذائيه نتاعنا. ربي يحفظنا ويحفظكم جميعا. مرحبا بكم، اهلا وسهلا، موصلين معكم لقانا حتى الثمانيه متاع الليل. منك نسمع السبعه وسته واربعين دقيقه على موجاتنا. شكرا لسي محمد العيادي الناشط بالمجتمع المدني وعضو